بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا حديث عظيم أيها الكرام الفضلاء في حفظ الأمن الأسري. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أزهر عن ابن سعيد قال: سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. رواه الإمام البخاري كما قلنا في الأدب المفرد، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وأيضا في صحيح الأدب، في صحيح الأدب المفرد، معذرة، في صحيح الأدب المفرد. لأن إبليس يعمل جاهدا أن يوقع البغضاء والمقت بين الزوجين، ولذلك ربنا قال تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حض في أحاديث كثر على أن يتحمل كل من الزوجين صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك الإيمان يدعو لمكارم الأخلاق، فلا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. فالإنسان مهما حدث، قال ربنا عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينهم. والفرق بفتح الموحدة وسكون المهملة هو البغض والكره. وهنا المراد بالمؤمن والمؤمنة الزوج والزوجة. وهذا النفي في معنى النهي، يعني لا يحصل البغض التام لها، بل قال أهل العلم هو ناهي، لأن الفعل أتى مجزوما، يعني ينبغي للزوج ألا يبغض زوجته بغضا شديدا يؤدي إلى ظلمها وتركها وإعراضه عنها. فالإنسان إن كره من الزوج خلقا سيئا وجد فيها خلقا آخر يرضيه إن شاء الله عز وجل. فمثلا بعض النساء تكون شرسة الخلق لكنها دينة وعفيفة أو رفيقة، فيرضى هذا، يقوم مقام هذا، وهذا يدل على حسن العشرة بين الزوجين. الإنسان أن يكون حريصا على مثل هذه الأمور. ولذلك جاء رجل من بجيلة اللي منها من قبيلة من قبائل اليمن، منها جرير بن عبد الله الباجلي، جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني تزوجت جارية بكرا، وإن أخاف أن يحدث بينه وبينها الكره والفرك. فقال عبد الله: إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله عز وجل. فإذا أدخلت عليك في ليلة البناء يعني، فمرها فلتصلي خلفك ركعتين وقل، وهذا دعاء عظيم يا شباب: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. روى عبد الرزاق في المصنف الطبراني، وسنده صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، فأدناهم منه منزلة، يعني أقرب منه منزلة، أعظم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحد فيقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، يعني أنت اللي مقرب مني وأنت الذي أحبك. قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه من شدة سروره بيش بما قام به من الفعل، أنه استطاع أن يفرق بين الرجل وبين زوجه. فالإنسان ينتبه إلى كيد ومكر وحيل الشيطان الذي يريد أن يفرق بين المرء وبين زوجه، وعليه أن يصبر لأجل ذلك. ففي هذا الحديث العظيم أن تجد أهل البيت سبحان الله يهيئون البيت والفراش، ويأتي الإنسان أحيانا فيرد على الفراش مثلا بعض الأوساخ أو بعض العود أو الحجر أو شيء من هذا القبيل، فترده يشتاط غضبا على أهله. نقول: لا، نظفه وأصلحه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
طب وجه الدلالة من فين؟ النبي قال فلا يغضب على أهله، لأنه من عمل الشيطان، وإذا كان من عمل الشيطان فكيف نعالجه؟ بالاستعاذة. فكيف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن هذا من عمل الشيطان. وأيضا ربنا تبارك وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في الأعراف وفي الفصلت إنه هو السميع العليم. ولذلك موسى عليه السلام كما أخبر ربنا تبارك وتعالى قال إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واضح العداوة واضح الإضلال. فيستعذ بالله ويصلح ما وجده على فراشه ولينتهي، ولا يكن عرضة أن يكون في هذه اللحظة فريسة للشيطان. نسأل الله يجنبنا وإياكم الزلل وسيء القول والعمل، يحفظنا وبيوتنا على خير وبر. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين وحفظه وارزقني برها يا رب العالمين، والسلام واغفر ذنوبنا والسلام لرمضان والسلام المتقبل يا عزيز الرحمن. تم تحرير صوتين في صبيحة يوم الأربعاء لثمان خلون من رجب الأصم الحرام لعام 43 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام. وننوه ونقول لا يخص شهر رجب بفضل عبادة كصلاة أو صيام أو صدقة أو حج، وكل ما ذكر في ذلك أعني من فضل الصدقة أو العمرة أو الصيام في رجب إما باطل أو موضوع أو ضعيف ضعفا لا ينجبر، كما نقل ذلك ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، وذكرته اللجنة الدائمة والشيخ باز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.